الشيء الثاني وهو مهم ومهم جدا، سننشئ لجنة من أجل جمع الإمضاءات أو ما يعرف بملء استمارات الترشح. وهذه الاستمارات بالنسبة للسادة المنتخبين الوطنيين يظل الاستمارة تاعنا راهي جاهزة. بالنسبة جاهزة معنويا السادة الصحفيين باش ما تقولوش لما بداو يخدموا. راهي جاهزة. وعلى ذكر الصحفيين سمحوا لي يعني من كثرة التعود راكم نظن راكم في البيت نتاعكم في بيت جبهة التحرير الوطني. والله من حبنا لكم وتقديرنا لكم حسبناكم أهل البيت. نرحب بكم اليوم وغدوة ودائما، والترحيب راهو دائم. مرحبا بكم في بيتكم. هناك أيضا قلت اللجنة التي تجمع الإمضاءات. أن الإمضاءات نتاع السادة المنتخبين على المستوى الوطني والمستوى المحلي، ولكن أيضا ما يهمنا هو الإمضاءات نتاع أبناء الشعب الجزائري العظيم. وفي كل مرة يترشح مرشح نتاع حزب جبهة التحرير الوطني وين نمشي ونلقاو كل ترحيب ونلقاو كل ود من طرف أبناء الشعب الذي يكن كل احترام والتقدير لفخامة رئيس الجمهورية المجاد عبد العزيز بوتفليقة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.